الاعاده الايسلندي بيلعبها جامده جدا عاليه فوق والالماني وهدف اول، هدف اول لصالح النادي العربي عملها مارتينيز. 30 هدف للست في اخر 6 مباريات ضد النادي العربي، والعربي يفتتح اول اهداف اللقاء. The opening goal of the game. نعم، هدف المباراة الافتتاحي بأقدام أسبانية. الله 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 على رمية التماس، الله على رمية التماس، وبدرو تفاجئ بها على صدره كما لو كان بيحضرها المارتينيز، لم يكن متسلل أبدا. غير كده عندنا فار، والفار عليه حكم مظبوط، فالمساحات ضيقة، فالسد مش بسهوله هيخترق. الحل التصويب، التصويب، لا 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 لا. 2-1 رغم التنظيم الدفاعي الجيد، لكن هذه المره هرب بدرو من رقابه محمد صلاح. محمد صلاح كان بعيد عنه، بص لوحده تماما، لوحده تماما، يصوب في مرمى الحارس جوميز ليعلن بدرو عن هدف التعادل، وتعود المباراه الى نقطه البدايه. خوخ ابو علام، السد لن يتراجع، سيستمر في نفس الفلسفة والاستراتيجية. يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله، مش سفاح كرة القدم الجديد بغداد بنجاح يقابلها حسب الميعاد. الله، نظرة فابتسامة ثم موعد فلقاء، ومن داخل منطقة الجزاء. الله يا جابي، الله الله يا جابي، الله، واحدة على طريقة فيليب جورج، واحدة على طريقة شافي هرنانديز، وبغداد كما هو في الموعد، أحد أهم مواليد منطقة الجزاء في العصر الحديث. يسجل بغداد بفرق القوة واللياقة البدنية كبيرة. لاسوجا، ضغط رائع ورائع جدا من خوخي أبو علام إلى عبد الكريم حسن. الله الله الله، ولكن فهد عبد الرحمن، لا 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 يا فهد، لا 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 لا، ثلاثية ثلاثية وبالثلاثة، رد عنيف وقوي. تكت ايزي تكت ايزي، انه الزعيم يا عزيز، يكشر عن انيابه. الزعيم لا يقبل الا بالزعامه، الزعيم يستمر في حصد الانجازات وحصد الانتصارات في مواجهه العربي. 8 سنوات لم يقدر، بيزودهاش، بيلعب على القد، هو ده المطلوب. في غيره بيزود ويلحن ويطبل ويعمل لك لا 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 لا. شوف على طول عمل محطه جميله، رجع بيدور على اكرم عفيف، سبحان الله، هو بيحبه بيدور عليه، وادي العرضيه. اوه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، رباعيه رباعيه رباعيه، بواقع 6 اهداف في كل مباراه. الان وصلنا الى الهدف رقم 5، وادي حسن العيدوس ياخذ شيب جميل من مستر اسيست، مستر اسيست اكرم عفيف، ملك الاسيست، واحد من اعظم اللاعبين اللي شفناهم في الفتره الاخيره في الاسيست الحقيقه للاعبته ولزمايله، سواء على الارض، سواء عاليه، سواء طوليه، سواء عرضيه، سواء قطريه. اكرم عفيف قادر على، ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، جابي يقف تاني، ياجل تاني، 4 على 3، 4 على 3، هيجيبوا الخامس ولا ايه؟ لا اكرم تاني، مش معقول مش معقول مش معقول، اوف سايد اوف. عاد من جديد بخبرته الكبيره، نشوف هنا الاوف سايد فين، الاوف سايد فين، الاوف سايد فين، كل ده عادي. رجع من الاوف سايد، تمام تمام تمام، اوف سايد صحيح، راجع من الاوف سايد. اكرم عفيف راجع نص خطوه، برافو محمد زرمان، خبر المنطقه دي، ضربات الراس وان يشوط على المرمى. ادي بيدرو، وحش 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 وحش، وبغداد، بغداد و6 اهداف، 6 اهداف، التاريخ يعيد نفسه من جديد. ومن بعد الريان ويحقق انتصار كبير ويصرخ بصوت عالي أن الزعيم قادم من جديد. حاول جوميز، ولكن على طول بكل هدوء وبكل ثقة ينجح تماما بغداد. أيضا خطأ من فهد عبد الرحمن، يستغل بدرو وبأسست جميل على طول، وهدف رائع. عبد الكريم حسن بيخرج وبينزل ياسر أبو بكر، سلم على كل زمايله اللي بره.